سيف سلمان ومدافع الثقيلة سمعه وشوفه على الأربع جهات ما تبو سلمان يا الضفرات حيلة كل ما قلتي قضيتي يقول هاتي يا أهل الهجر مشاهدينا الافاضل متابعينا الاعزاء يهل الحفل الكريم التواصل يستمر مع هذه الانطلاقات نجدد بكم هذا اللقاء والتحيه والترحيب مع انطلاقه الشوط الثالث عشر والذي يحمل الاسماء القويه والكبيره التي تشارك في اقوى المهرجانات الخليجيه بدايه واياكم الى الصداره اول المراكز شبابه ناصر بن جابر بن علي الغيثاني المري على الصداره وعلى المركز الاول نتابع واياكم سيوفي القادمه ومسفر بن محمد بن مسفر ال فطيح اليامي على المركز الثاني انطلاقه المركز الثالث تيجان هي القادمه والواصله وراشد بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الثالث انطلاقة المركز الرابع فزعة هي القادمة ومهدي بن عمر بن محمد بن عبد الله الربيع على المركز الرابع انطلاقة المركز الخامس هنالك نوف ونوار بن تركي بن عوض العصيمي والقادمة هي نوف راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري على المركز الخامس هكذا أيها الحفل الكريم تابعنا وإياكم وشاهدنا الشعارات الحاضرة والأسماء التي تنطلق ولكن نعود وإياكم إلى الصدارة نعود إلى المركز الأول وإلى الغيثاني على البداية يقدم لنا انطلاقة شبابة وناصر بن جابر بن علي الغيثاني الأسماء قادمة الشعارات واصلة والجليلة هي القادمة فيصل بن خالد بن سعود بن حفلين بن جبران على المركز الثاني ما من همان يقدم لنا انطلاقة شعاره ويأتي بحضور شواهين جابر بن سالم بن جابر بن جبران على المركز الثاني والمركز الثالث هنالك انطلاقة مهمة عبد العزيز بن مبارك بن فهد بوربعة وبن جبران والغيثاني والأمتار الأخيرة الأمتار النهائية الأمتار القوية يا البطل الأمتار الحاسمة يا البطل هذا هو شعار جابر بن سالم بن جابر بن جبران الذي تألق وقدم لنا شعاره وحضر بهذا الأداء المتميز والجميل تهانينا والف مبروك لمالك هذه البطلة شواهين من قدمت الأداء الرائع جابر بن سالم بن جابر بن جبران المركز الثاني كان الحضور من قبل شعار في هذه اللحظات ناصر بن جابر بن علي الغيثاني المري مع شبابه والمركز الثالث كانت الانطلاقة من ناصر بن عبد الهادي بن صالح بن جفران والمركز الرابع كان الحضور من قبل شعار عبد الرحمن بن حمد بن علي النهاب مع متعبة والمركز الخامس الجليلة فيصل بن خالد بن سعود بن حتلين نعود وإياكم إلى ملخص هذه الانطلاقة وتابعنا وإياكم حضور الشعارات المتميزة تواصل الأسماء الرائعة والجميلة حضرت بهذه الانطلاقة القوية نعود إلى شواهين لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة للانتصار المتميز والجميل معلنة للإبداع الرائع تهانينا والف مبروك التوقيت الزمني وتوقيت شواهين 3 دقائق ثانية
45 جزء من الثانية، توقيت شواهين، جابر بن سالم بن جابر بن جبران، شبابة ثانية، ناصر بن جابر بن علقي ثاني، 3 دقائق ثانيتين، نتابع وياكم 75 جزء من الثانية. هكذا كان توقيت شبابة الحاصلة على المركز الثاني، سيافة الحاصلة على المركز الثالث، ناصر بن عبد الهادي بن صالح بن جفران المري 3 دقائق 3 ثواني 92 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. عن فعل من واحد شعوب قبايل عبد العزيز اللي بعزة نجدة وسوى السنة بمرهفات صقايل وسوى السنة بمرهفات صقايل See you.